الله، الغنوة دي حلوة قوي. دي بالظبط عشان بحبها، علشان دي الاغاني بتاعت الافلامات بتاعت زمان تجنن. الاغنيه دي احلى حاجه عجباني فيها البغبغان الملون ده. ما هو يا حبيبتي البغبغان اصلا هو رمز من رموز التجمع الاسري العصري اليومين دول. اه انت تقصدي ساعه العصريه يا اختي. صح ياما، ساعه العصريه وانا لابس الجلابيه. يا مفيش حاجه اسمها ياما، قولي الادب، اسمها ماما. قول ماما. ماما طب ايه رايكم نخلي بابا يجيب لنا بغبغان هنا في البيت؟ الله، يبقى بغبغان حلو قوي في البيت. اه يقعد يقول لك يا نانا، ايوه يقول لك يا ماما، يقطم لك صباعي. يا شاء الله، يا سلام. هو ده التجمع الاسري. يا لباوي بنص لسان، انا عندي بغبغان بنص لسان. ايه عايزين اغني معاكم ولا ايه؟ لا بابا، احنا عايزينك تكتب لنا بغبغان هنا في البيت. بغبغان؟ اه. عشان ايه يعني؟ عشان يحصل تجمع للعيله كلها. ما شاء الله، ما العيله متجمعه، ده فضل نتجمع في اوضه واحده ونقفل علينا يعني. اه يا بيبي، بس ده هيجمعنا اكتر، وخصوصا لما يبقى بقى كولرفول كده وكله الوان زي الطيف وحاجات كده. رانيا لو سمحتي، انا فهمت ان انتوا عايزين بغبغان، هروح للراجل اقول له كولرفول. كولرفول ايه يا عايز؟ وبعدين القفص بتاعه لازم يكون كله الوانات زي الوانات البغبغان. ما هو طبعا يا حماتي هجيبه في قفص، امال هجيبه في كيس نايلون يعني؟ ايوه كيس نايلون ده تجيب فيه اكل وشرب. حاضر يا ماما، بكره ان شاء الله تلاقوا عندكم بغبغان. ميل وسجيني يا دولاب عمي، ميل وسجيني. ده مش عشان يا رمز. يا دولا، فتحت متاخر زي كل يوم ولا فتحت بدري النهارده؟ لا يا دولا، انا فاتح بدري ومسيق البازار ومحمي التماثيل وكله. ايه ماشي ماشي ماشي. ايه دول دولا دولا؟ عايز ايه؟ مالك يا عم، في ايه؟ مفيش يا رمزي، مفيش، مالكش دعوه انت. يعني هي دي هتيجي عليا انا يعني؟ دول اسف اسف دول. مش ناقص، انا مش ناقص. انا بفرفشك يا دولا، انت شكلك كده محتاج حاجه صح؟ انا محتاج بغبغان يا رمزي. طب وانت هتغير ليه النهارده؟ ما انت كل يوم بتطلب سندوتش فول وسندوتش طعميه. سندوتش جديد ده ولا ايه؟ بغبغان سندوتش جديد؟ اه بغبغان ده طائر يا رمزي. اه ده اللي شبه الحدايه ده. لا مش شبه الحدايه، الغراب. يا ما جاب الغراب لامه، غراب ايه يا ابني؟ لا حدايه ولا غراب. مش عايز دوشه يا رمزي، انا بتكلم معاك ليه؟ خلاص يا هدول، قول لي بس، يعني هو حيوان يعني ولا طائر يعني؟ حاجه زيك كده. انت ايه؟ جماد. انت متاكد انك انت جماد؟ هو زي الجماد كده يا دولا. ما انا عارفه، انا البغبغان ده اهو، ده كان كمان من ايام الفراعنه على فكره، اسر البغبغانات. في اسر اسمها اسر البغبغانات؟ وانا اللي هقول لك يا دولا يا ابن عمي، مش في اسر بغبغانات واسر سحالي واسر زعانف؟ انت بتبص تاريخ الفرعونيات. اسره فيه ايه؟ اسره اسمها اسره البغبغانات، يعني الاسره 13، اسره 15، اسره البغبغانات. ايه الاسره دي؟ دولا يعني كده دولا دي ثقافه عمياء بس. لا ما شاء الله، يا عمياء فعلا، عمياء. يلا يلا يا البغبغان ده طائر. بص اللي هو بيقعد ايه مثلا لما يكون حد عنده قفص فيه بغبغان، هو يقول كلمه يقعد يعيد الكلمه وراه يعني. عرفته زي اللي في الفيلم بتاع فصوص لكن لطفاء بتاع ماني منير. حلمية بتبوظ كمان تاريخ السينما يعني، بوظ التاريخ الفرعوني، فاضل تاريخ السينما. اهو اهو البغبغان اهو. حتة قوموا يا استاذ عادل. فين يا عم صاحبك بتاع البغبغانات اللي انت قلت عليه؟ وفين يا عم الكوكتيل اللي صاحبي قايل عليه؟ اصبر خليها في الشغل يا استاذ عادل، ده مواعيده بريفيكس، ده ظابط ساعته على القناه الاولى. اهو الارسال جه يا استاذ زاهي. اهو صباح الفل يا استاذ زاهي. صباح النور يا حتة، وحشني والله. وانت وحش حتة 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 ما عدا حتة، عشان انت ابن الحتة. اللي اخره اسكت يا حتة. ناديه كانت بتبيض، ومصحف ناديه كانت بتبيض، اقسم بالله كانت بتبيض. وجابت لكم ايه ناديه؟ الجندي. الجندي بتاع الافلام. ايه جابت دونجل. اه اول ما نزل من البيضه عامل كده اهو. لا والنبي وفر الرفرفه دي قدام الفحم عشان ما بيولعش. انا مش بتاع فحم، انا بتاع طيور. تعال. اوكي استاذ عادل. استاذ زاهي. استاذ زاهي، استاذ عادل ده اهم زبون عندنا. اهلا وسهلا. لا اهم زبون عندنا ده، ما تقصرش رقبتي قدامه بقى. عيب عليك، من الجناح ده قبل الجناح ده. حلو رفرف انت. وانا الاستاذ رمزي. لا مش مهم، ارقد هنا يا استاذ.
ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا استاذ زاهي الزاهي، اكبر تاجر بغبغانات وفراخ بانيه في الشرق الاوسط. قومر يا استاذ عادل. اهلا وسهلا. دول يبقى اقول له بقى ياخدني معاه السيرك بقى. ما السيرك جالك لغايه عندك يا رمزي. انا عارف ان انتم مستغربين من طريقه لبسي، بس زي ما بيقولوا الكار بيحكم، يعني زمان ايام ما كنت شغال بتاع فراخ كنت بلبس تويتي. طيب يا استاذ زاهي، انا كنت عايز اشتري بغبغان غلباوي بنص لسان، ولو بلسان العصفور عندي وبالشوربه، بس يا ريت نسخن الابلكيشن ده الاول، نملى الابلكيشن ده الاول عشان اشتري بغبغان املى ابلكيشن. حضرتك ده في ايه ده يعني؟ دوق وانت تعرف. حضرتك لطيف قوي. ده في اذكر مدارس اولادك. ليه؟ عشان لو اولادك في مدارس فرنساوي اجيب لهم بغبغان فرنساوي، ولو في مدارس انجليزي اجيب لهم بغبغان بيتكلم انجليزي، اما بقى لو في مدارس عربي هجيب لهم فرخه بلدي. لا حضرتك انا عايز يعني بغبغان يعني عادي، يعني لو يكون بيتكلم عربي يعني عادي. عرفت طلبك يا استاذ عادل، عندي بغبغان لسه جاي لي من الصين عامل كده اهو، بيتكلم ست لغات وسعره مهاود. لا 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 دول اوعى اوعى تشتري من الصيني ده لحسن ده بيتكسر. لا بلاش الصيني ده. اوكي، عندي بغبغان تجميع استيراد اتحاد اوروبي تحفه، الجناحات من ايطاليا، المنقار من اسكتلندا، اما الرجول من البحيره. طيب ده حلو، ده يعمل له كام بقى؟ عشان خاطرك بس 10000 جنيه. ايه 10000 جنيه بغبغان ليه يا عم؟ بيتكلم؟ اه بيتكلم، ما هو بالبحيره. لا دول طالما بقى من البحيرة وبيتكلم، احنا عايزينه بقى لما ننيمه كده على جنبه اليمين يقول بابا بابا، على جنبه الشمال كده يقول عايز كوكتيل عايز كوكتيل. يا سيدي زبت كوكتيل، اصبر بس اما نجيب البغبغان هبقى اجيب لك كوكتيل حلاوة البغبغان. خلاص ماشي يا دول. طيب حضرتك يعني بالنسبة للبغبغان ده يعني انا كنت عايز حاجة يعني بسعر مختلف شوية، يعني فرنج مثلاً 300 جنيه 307 مثلاً كده يعني. 300 جنيه 307 دول تجيب بيهم بغبغان من أسيوط؟ بغبغان من أنا؟ أنا بغبغانات استيراد البحيرة. أوكي أوكي، عشان خاطرك وعشان خاطر الوقت حتة، وأنا ما عنديش خاطر بقى ولا إيه؟ وإنت ليك خاطر برضو، ليك خاطر يا أبو رماميز، إيه ده مشهور قوي. وهديلك البغبغان اللي معايا ومش هعزه عليك. إيه ده بجد؟ اتفضل. لا ناديه اوعى تشتري يا دول، اوعى تشتري قبل ما نقعد بقى نجرب البضاعه الاول. واهم حاجه بقى يتكلم، قول له يا غبي فهيرد عليك يقول لك يا غبي. حاضر يا دول حاضر.